تنفيذاً لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وفي إطار الأيام العالمية المنظمة لفائدة جاليتنا المقيمة بالخارج لتمكينهم من الاستفادة من سكن ترقوي عمومي وإنشاء مؤسسات مصغرة، وتحت إشراف معالي وزير السكن والعمران والمدينة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية تتواصل سلسلة اللقاءات مع جاليتنا المقيمة بجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية وبدبي وأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 26 جوان 2018.